تخيل بختك جوزي دخل عليا ومعاه الفرخة دي، شايفين بقى الجمال؟ قال لي بقى عايزك تعملي لي وليمة بيها. تفتكروا اسكت؟ لا طبعا ما اسكتش، هنعمل احلى وليمة من الفرخة دي. يلا بينا نشوف. هعمل له بقى اكل النهارده يحلف بيها حياته. طبعا جوزي يؤمر وعليا انا التنفيذ. حطيت هنا معلقه ثوم ومعلقه كبيره من الفلفل الاحمر. همسك كده بصلايه حلوه ابشرها، وهجيب كده معايا طماطمتين هنبشرهم برضو. هنزل كده بمعلقه ملح، فلفل اسود، كمون، ثوم بودره، باربيكيا، بصل بودره، بهارات فراخ، زعتر، 7 بهارات. هنزل كده بمعلقه كبيره صويا صوص ومعلقه صغيره كده من الصلصه. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض كده. هعمل لجوزي النهارده اكله فراخ عسل، ريحه التتبيله مش قادره اقول له. معايا كده 3 بطاطسات كده حلوين، هقطعهم بالشكل ده كده. خلاص كده قطعت البطاطس، هنزل بقى بالخلطه بتاعتي دي كده على البطاطس، هاخد شويه كده منها واقلبها كده في قلب البطاطس. الله على الريحه، الله على الريحه والجمال. حطوا لايك للجمال ده، ابهري جوزك، عايزاكي تبهريه. افردها كده بقى في الصينيه، واجيب بقى العظمه وانزل بالتتبيله كده في قلب الفرخه كده كلها تحت الجلد. اتبل الفرخه بالخلطه اللي انا عملتها دي واكتفها كده التكتيفه المتينه، وانزل كده ببقيه التتبيله دي على الفرخه كده، وادخلها الفرن وعليها شويه زيت، وهتطلع معانا بقى حاجه كده عسل فاخر من الاخر. بصي بقى يا اختي، زمان واكل زمان والناس بتوع زمان واكلهم يجيب اخر الدنيا. النهارده انا هعمل القرقاس على طريقه امي، وطعمه وريحه مش قادره اقول لكم، وهنعمل زي ما هي بتعمله. بصوا يا حبايبي، انا معايا هنا حزمه كزبره وعليها ملح وفلفل اسود وحته ثوم، هقلبهم كده مع بعض. طبعا يا حبايبي القرقاس ما باكلهوش الا من ايد امي، بتعمله كده بطريقه فظيعه. احط بقى كده معلقه من اللي احنا عملناها ديت كده في قلب الشوربه اللي بتغلي دي، معلقه من السلق. امي يا حبايبي بتعمله بالسلق وبالكزبره، بيبقى ليه كده طعم وريحه مش قادره اقول لكم على الجمال. ربنا كده يخليها لي يا رب. حطيت هنا كده شويه زيت ومعلقه سمنه. الشوربه غلت اهي يا حبايبي معايا، هنزل بقى كده بالقلقاس بالشكل ده كده. كانت بتعمل له بقى التقليه دي يا حبايبي، بتبقى بتودي القلقاس كده في حته تانية خالص. حطوا لايك بقى لمامتي كده على طريقه القلقاس بتاعتها دي. لايك كده حلو منكم، وقولوا لي بتتابعوني من انا بلد. انا بفرح قوي لما بتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. خلاص كده يا حبايبي بدات تحمر معايا اهي. الله على الريحه، الله على الجمال. هنزل بقى بيها كده على القلقاس. الله الله. هسيبه بقى يستوي، مش هياخد معايا سوا قوي لان انا مخزناه، والقلقاس اللي انا عاملاه حلو. هسيبه بقى يستوي ونرجع لكم تاني. خلاص كده يا حبايبي القلقاس استوى معايا، شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوه. ما خدش معايا سوي خالص، يا دوبك 10 دقايق. ايه رايكم؟ اعملوه بقى بالطريقه دي، واكتبوا لي كده في التعليقات بتحبوا تاكلوا ايه من ايد مامتكم. لو عجبكم الفيديو لايك. خلاص كده يا حبايبي انا خلصت الفراخ بتاعتي، طلعت من الفرن، شايفين بقى الجمال والعظمه. شرفت جوزي وجوزي انبهر بيا، عملت له وليمه وكمان عملت له القلقاس زي ما انتم شايفين كده، وعملت معاكم شويه رز برضو، شايفين الجمال اهو، وعملت له وليمه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. مع السلامه.